بيان ناري مصري ضد الكيان الصهيوني، ننشر لحضراتكم التفاصيل. وإثيوبيا تتحدى مصر وتعلن عملية الملء الثاني لسد النهضة، وتصريح ناري من الرئيس السيسي عن أمن الخليج اليوم، ننشر لحضراتكم التفاصيل. وبيان هام من الحكومة حول تخفيض سن المعاش للعاملين بالدولة، وبيان عاجل من الحكومة بعد حريق في مترو الأنفاق. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو قدها وطنيين. هنبدأ بتفاصيل اول خبر معانا، وبيان ناري مصري ضد الكيان الصهيوني، ننشر الان لحضراتكم التفاصيل. مصر طلعت بيان وادانت فيه اعمال العنف والتحريض التي قامت بها مجموعات يهودية متطرفة استهدفت الفلسطينيين من سكان البلدة القديمة في القدس الشرقية، مما تسبب في إصابة العشرات منهم. ومصر عبرت عن بالغ قلقها من تصاعد وتيرة الاعتداءات والأعمال الاستفزازية تجاه المقدسيين منذ بداية شهر رمضان، وأكدت الحكومة المصرية ضرورة تحمل سلطات الكيان الصهيوني مسؤولياتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، والكف عن كل ما من شأنه المساس بحق المصلين في الوصول بحرية إلى المسجد الأقصى المبارك، وكذلك وقف أي انتهاكات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم. مصدر معانا كان من اليوم السابع، ويعني مصر توجه رسالة للكيان الصهيوني يعني، و بتقول له بطل اللي انت بتعمله ده، لان ده يعتبر انتهاكا للقانون الدولي، والكيان الصهيوني وحكومة الكيان الصهيوني هي المسؤولة عن سلامة المسجد الأقصى، عدم تعرض المصلين اذا كان المسلمين او المسيحيين لأي أذى، ده المفروض يحصل. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر اخر معانا، وإثيوبيا تتحدى مصر وتعلن عملية الملء الثاني لسد النهضة. الحكومة الإثيوبية طلعت وأعلنت في رسالة إن أثيوبيا هتقوم بعملية الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المقرر، متهمة جهات خارجية وأخرى داخلية بإحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار في إثيوبيا. رئيس الحكومة الإثيوبي أبي أحمد قال بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي الإثيوبي إن هذه الجهات تعمل على إغراق البلاد في فوضى، لكنه أشار إلى أنه رغم المؤامرات والضغوط التي تمارس على إثيوبيا، إلا أن إثيوبيا ستقوم بعملية الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المقرر وإجراء الانتخابات. وكان مجلس الأمن الدولي أعرب بوقت سابق عن قلقه من الوضع الإنساني في إقليم تيجراي، مع ورود تقارير تحدثت عن ارتكاب الجيش الإثيوبي جرائم ضد المدنيين هناك، وأدى القتال إلى مقتل الآلاف وأجبر مئات الآلاف على النزوح من منازلهم في المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين نسمة. من جهة أخرى، تشهد العلاقات بين إثيوبيا ومصر والسودان زي ما حضراتكم عارفين توتر متصاعد بسبب أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا فوق النيل الأزرق، أكبر روافد نهر النيل. أبي أحمد قال مرارا وتكرارا على عزمه البدء بالمرحلة الثانية من ملء خزان السد في موسم الأمطار خلال شهر يوليو أغسطس المقبلين، وهو ما تعارضه مصر والسودان. يعني بعد المفاوضات اللي قعدت 10 سنين، إثيوبيا بتقول لك احنا برضو هنقوم بعملية الملء الثاني في الموعد المقرر له، وملناش دعوة بتصريحات مصر ولا حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، هي والسودان يخبطوا راسهم في الحيط. والمصدر معانا كان من ديلي نيوز ايجيبت، وان شاء الله في رد مصري قريبا، يعني لازم يكون عندنا ثقة إن هيكون في رد مصري رادع لما تفعله إثيوبيا الآن، لأن كما قال الرئيس السيسي مصر مش هتسمح بالمساس بأي نقطة من مياه النيل في حقها في مياه نهر النيل. هذا الأمر يعني ما فيهوش نقاش ولا جدال، واللي إثيوبيا عاوزة تعمله تعمله، وقال لك اللي عاوز يجرب
يجرب. فعاوزين نشوف الايام القادمه ان شاء الله هيبقى فيها ايه، ويعني انا كلي ثقه في القياده السياسيه انها هتحل الموضوع ده بكل بساطه باذن الله. كل اللي علينا في الوقت الحالي ان احنا نثق ونقف جنب مصر والحكومه ومن بيده القرار، لان احنا مش بايدينا القرار، اللي بايديهم القرار هم اللي معاهم المعلومات وهو الجيش والحكومه المصريه، فربنا يعينهم ويقدرهم وان شاء الله خير. ننتقل لخبر اخر معانا وتصريح ناري من الرئيس السيسي عن امن الخليج، ننشر الان لحضراتكم التفاصيل. الرئيس السيسي اكد التزام مصر بمواقفها الثابته تجاه امن الخليج ورفضها اي ممارسات تسعى الى زعزعه استقرار الخليج. وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات. والرئيس السيسي اتفق مع الشيخ محمد بن علي تعظيم التعاون والتنسيق المصري الإماراتي كدعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي ومواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون السيادية لدول المنطقة، والتي أفضت إلى تأجيج التوترات والنزاعات والنشاطات الإرهابية والمتطرفة بها. أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحث مع الرئيس السيسي في مصر العلاقات الأخوية المتجذرة وسبل تنمية مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين مصر والإمارات بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى آخر تطورات القضية والملفات الإقليمية والدولية التي تهم مصر والإمارات. ويتكلموا طبعا عن مستجدات الجائحة في مصر والإمارات والعالم والجهود المبذولة للحد من تداعياتها على مختلف المستويات. الشيخ محمد بن زايد أكد حرص دولة الإمارات الدائم على التنسيق والتشاور مع مصر فيما يتعلق بالملفات والأزمات الإقليمية وسبل التعامل معها. من جانبه الرئيس السيسي قال وأكد إلى أن زيارات ولي عهد أبو ظبي تقدم دفعا قويا لمسار العلاقات الثنائية الأخوية والاستراتيجية والعمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين وتحقيق تطلعات الشعبين إلى التقدم والتنمية والازدهار. المصدر معانا كان من وكالة أنباء الإمارات، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. في ناس طلعت وقالت إن الإمارات لها دور سلبي في ملف سد النهضة تجاه مصر، ولكن محدش زي ما قلت لحضراتكم محدش عنده المعلومات الكاملة. يعني اللي عنده المعلومات الكاملة جهاز المخابرات العامة المصرية والجيش المصري، بمعنى ان في حاجات كتير ما ينفعش ناس البسيطة تكون عارفاها في الشارع. في تنسيق، في شغل كبير جدا. انا من الناس الواثقة جدا ان مصر والامارات يعني علاقاتهم متميزة جدا وده من زمان، فيعني دي وجهة نظر البسيطة. انا عاوز برضه اشوف وجهة نظركم في هذا الامر. ننتقل لخبر اخر معنا وبيان عاجل من الحكومة بعد حريق في مترو الانفاق. اعلنت الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الانفاق عن انتظام حركة القطارات بالخط الاول من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان في الاتجاهين بجميع المحطات. وقالت الشركة انه حدث تعطيل للحركة بعد نشوب حريق نتيجة انفجار عربة انابيب بوتاجاز بجوار سور المترو من الخارج بين محطتي دار السلام وحدائق المعادي. وبينت أن الحريق تسبب في تصاعد الأدخنة بكثافة وحجب الرؤية على السائقين، مما أدى إلى توقف حركة القطارات بالاتجاهين لمدة 30 دقيقة فقط للإطمئنان على حركة السير وثم تسيير حركة القطارات بشكل طبيعي. وأوضحت الشركة أنه تم الدفع بعدد من القطارات لامتصاص الزحام في المنطقة المذكورة، كما أكدت أن حركة القطارات بالخط الأول والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعي الآن وبكامل طاقتها. مصدر معانا كان من الأهرام وأترك لحضراتكم التعليق. ننتقل لخبر آخر معانا وبيان هام من الحكومة حول تخفيض سن المعاش للعاملين بالدولة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر اعتزام الحكومة تخفيض سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 سنة، واصفا ما تم نشره بالإشاعات. وانتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة المصرية تخفيض سن المعاش بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عاما،
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي نفى تلك الأنباء. وشدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن. وضح أن السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 سنة. وبيّن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه وفقاً لقانون الخدمات المدنية يتم منح الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج على المعاش المبكر بشكل اختياري دون إجبار، وذلك بعد تجاوز سن 50 مع الحفاظ على كامل مستحقاتهم المالية المقررة قانوناً، إضافة إلى المزايا التي يكفلها القانون للموظف إذا ما طلب الإحالة للمعاش المبكر من حيث الترقية أو المزايا التأمينية. وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة. المصدر معنا كان من RT والوطن المصرية، ويعني هذا يعني بيانا قاطعا بشأن الإشاعات التي تم نشرها. ما فيش حاجة اسمها كده وسن المعاش القانوني 60، إنما لو أنت عاوز تطلع معاش مبكر بعد سن 50 سنة وبيبقى في مزايا أكتر لو طلعت على المعاش المبكر بعد سن 50 سنة، مش إجباري اختياري. لذا وجب التوضيح من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. ننتقل لخبر آخر معانا، وتعالوا نعرف مستجدات الأوضاع في ليبيا. وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصل مع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية لبحث العلاقات بين مصر وليبيا ومستجدات الأوضاع. المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ قال إن الاتصال تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع مصر وليبيا، فضلا عن تبادل الرؤى تجاه مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود تنفيذ كامل مخرجات الحوار السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن ذي الصلة، وبما يضمن استقرار وازدهار ليبيا ورخاء شعبها الشقيق. وتابع المتحدث، وجه وزير الخارجية الدعوة لنظيرته الليبية لزيارة مصر في أقرب فرصة، وذلك في إطار استمرار التشاور والتنسيق تجاه تدعيم ركائز الاستقرار في ليبيا على ضوء العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وليبيا. وقد قبلت الدعوة على أن يتم تحديد موعدها في وقت قريب. المصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. يعني ربنا رب يرجع ليبيا زي ما كانت من أفضل البلاد، وإن شاء الله ترجع والعراق ترجع وكل الدول اللي يعني الحروب أثرت عليها ترجع زي ما كانت بإذن الله. ويجينا لنهاية نشرة الأخبار. كان معكم العبد لله الفقير إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم على اليوتيوب والفيسبوك بنفس الاسم، ولكن إسلام الأمير مصر ميديا IEB زيادة على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.